فكل هذا مكتوب. فكن يا مسلم أسوة حسنة حتى يقتدى بك في الأعمال الصالحة. إنا نحن حين موتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الله أكبر. فيكتب على الإنسان ما قدم من قول وعمل وحال، وتكتب آثار ذلك الناشئة عنه. اسمعوا أيها الأحباب إلى هذا التفصيل الذي يأتي به سيدي الإمام الحجة شيخ عبد الله سراج الدين. فالكلام الطيب، اسمعوا، اللهم وفقنا لطيب الكلام، قولوا أمين. الآن صار هناك غلظة في الكلام، قسوة في الكلام بين الآباء وأبائهم، وبين الأزواج وبين الجيران، وبين قسوة، شدة، جلافة، غلظة. يا رب وفقنا للكلام الطيب. رضي الله عن الدكتور فاروق الشلق، كان دائما يحدث، هو لطيف، طبيب لطيف، أهل القرآن، تربى عن سيد الشيخ عبد الكريم الرفاعي قدس سره، كان دائما يتكلم عن هذا الكلام الطيب، كلام الطيب. فهذا كلام الطيب له آثار الطيب في نفوس السامعين. والكلام الحق أيضا، اللهم وفقنا الكلام الحق، سألوا الله عز وجل أن يلهمنا أن نقول الحق ولو كان مرا، ولو كان على أنفسنا، مع تمام العافية، وألا نروغ روغان الثعالب. نحن الآن نعيش في زمن كثر فيه النفاق، كثر فيه الكذب على كافة المستويات. الناس والعياذ بالله من غير ما خجل ولا وجل يكذبون وينافقون. منذ 500 سنة الإمام الشعراني يقول: لو ظهر للمنافقين أذناب ما بقي ما وجد غيرهم أرضا يمشون عليها. لو كل منافق له ذنب من 500 سنة، قال غيرهم ما يجدون أرضا يمشون عليها. فكيف إذا جاء إلى هذا الزمان والعياذ بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. فكلام الطيب له آثار الطيب في نفوس السامعين. وكلام الحق، قل الحق ولا تخاف، له آثار نوره وهديه، كل ذلك يكتب. فكلام الهدى وآثاره في الذين اهتدوا به يكتب في صحيفة داعية الهوى. فاصدق الآن وقل الحق واشتغل في الهداية وفي الدعوة. الله سبحانه وتعالى يكتب في صحيفتك مثل ثواب الذين اهتدوا بهديك. كذلك كلام المضلين وآثاره في نفوس الضالين يكتب في صحيفة داعية الضلال. وما أكثر هؤلاء، وما أكثر دعاة الضلالة في أيامنا. اللهم يا ربي اجعل لنا نورا، قولوا أمين، اجعل لنا هداية سارية في نفوس المهتدين. يا ربي يكتب في صحيفة هديهم، وضلال الضالين يكتب في صحيفة مضليهم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين: من دعا إلى هدى، اللهم اجعلنا من دعاة الهدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة، والآن أجهزة الإعلام والجل هذه الأشياء دعوة لأي شيء، للضلالة. وهناك دعاة إلى الضلالة ربما لبسوا زي العلم، لبسوا زي العلماء وهم دعاة للضلالة، اشتروهم بأموال أو بموظائف أو بمناصب، فنافقوا وكذبوا والعياذ بالله. سأل الله تعالى السلام. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. وروى الحاكم وصحى عن حذيفة، وعن حذيفة رضي الله عنكم سادتنا، قل وأنت قلبك يرقص طربا وفرحا للقاء سيدنا حذيفة والصحابة الكرام، أصحاب الفضل علينا، هم سادتنا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين: من استن خيرا، اسمع يا حموي لا تنام، من استن خيرا
الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم. فاستن به أي اقتدي به في هذه السنة الحسنة فله أجره، ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم. ومن استنى شرا والعياذ بالله فاستن به اقتدوا به في الشر فعليه وزره، ومثل أوزار من اتبع غير منتقص من أوزارهم. وتلا سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه هذه الآية، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله أكبر، أي ما قدمت من عملها الصادر منها وما أخرت من أعمال غيرها الذين اقتدوا بها، لأنه عملوا خيرا بسبب ما بلغت وعملوا شرا اقتداء بك. اللهم يا ربي وفقنا لصالح العمل. ثم قال، اسمعوا إلى هذا تنبيه، لا أطيل عليكم، انتبهوا، لا أطيل عليكم، إن شاء الله قبل الظهر ترجعون إلى بيوتكم إن شاء الله. نعم، قال فليحذر الإنسان، اسمعوا إلى هذا التحذير والتنبيه، اسمعوا، أنا ناصح أيها الأحباب، وربكم ناصح، أنصح نفسي وإياكم. فليحذر الإنسان أن يعمل سوءا أو يقول سوءا يؤدي ذلك إلى اقتداء غيره به. انتبه، هو المصيبة الكبرى، فإن أمره خطير ووزره كبير، فإن من اتبعه في ذلك كل آثامهم هي في صحيفة هذا المتسبب المجرم.